شرار الموسيقى العربية بالآلة الآلية دكتور محمد عبد السلام. مبسوط معانا أشيك عروسين كابتن عبد الفاضل سلام يا أرنب الرئيس عمار أخويا الرئيس عمار ريشة ورسمنا فيك حلمنا، قول أحلى كلام.
الحب من قلبنا هطول وفي لحظة السفن والسفن قدام كل اللي عاشوا عليا وعملوا معلمين اليوم اداني حاجة اليوم اداني حاجة يجي يسأل هو حساباته لازم تتصفى علشان قلبي انا استكفى وهالكفة صاد الكفة وطلعت مديونين محدش له خير علي عمري ما مدت ايديا واليوم اداني قرش خد مني قصاد امي انا واقع في زمان والزمن مع ناس بتقل في تمني من فيه وما احتجتو شلف او مرة حس بي الدنيا عمالة تلعبني وناس في رزقي تحاربني بيبصلي ولا حد سايب انا نفسي اعرف شغلهم ليه ده اللي مستنطر عليا ان اكون في الحتة دي والله لو فكر شوي وشفت عيبت انا قدي الله يسامحكم يا اللي عايزين تكسرون وده مهما يحصل برضو مش هتوقعوني صعب جدا حد ازاي ينقلوا بيه واللي يفكر صدقوني ادوس عليه انا ليا رب عمره ما يخيب ظنوني حبيبك ربنا نتسحب يلا بينا من ده في قدامك انا قلبي كلام بيوجعك حبيبي ليه فرس محمد الحداد قلبك ابوك دايما تلوق دايما تسمعك كلام بيوجعني رزقك على اللي خلقك هتقوم طاف للي خلق رزقك على اللي خلقك يا جدع هتقوم طاف للي خلق وترفع له ايدك في التليفون دايما تدور
تخرج الايام على النسيان واقوم ناسي وانسى حكايتي بحكايا وبرضه الهم في راسي ساعات تضطرني الايام على النسيان واقوم ناسي وانسى حكايتي بحكايا وما بين الوجع مكتوب ولا عمري نسيت ناسي جوايا الوجع مكتوب بصرخ بس من غير صوت وما بين يا عم سلام انا تمر اللي كل سمعتي كلام فان طلع الكلام خاين لا فيهم راجل جدع حتى الجدع خاين في كلمة رسف على طنطي بتعاير شلاشة انا خدت فيكم ألم وعملتكم حبايب دول 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 وحقش بالشايب